هذه الدعوة بكل بساطة هي دعوة للخلاص، هي دعوة بالنعمة، هذه الدعوة لكل من يشعر تحت أرزاح وتحت أثقال وأصفاد العبودية، إنها دعوة لشفاء النفس، دعوة للراحة من الرازح طبعا تحت الأثقال، إنها دعوة ليسوع المسيح شخصيا. قال تعالوا إلي، لم يقل اهدنا الطريق، ولم يقل إذا بتعمل كذا وكذا. فالمسيح عم بيشجع الناس إنه تيجي إلى شخصه المبارك، يعني فيدعو الناس إلى شخصه، إلى إليه، لأنه هو المثل الأعلى. وفعلا يعني الكل يشهد، من أصدقاء وأعداء، من حكماء وأنبياء، من أبرار وحتى أشرار، إنه فعلا المسيح الوحيد هو الكامل. وطالما إنه المسيح هو الوحيد الكامل فليكن الله صادقا وكل إنسان كاذب. إذا قال المسيح تعالوا إلي ولا يستطيع أن يريح ولا يستطيع أن يخلص، فإذن هذه الدعوة باطلة. ولكن المسيح عندما يدعو يستطيع أن يجري معجزة تجديد في حياتك، يجري معجزة تغيير ثوري وجذري وفوري الآن في حياتك، لأن الكتاب يقول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم.